كانوا يمارسون ويشجعون و... يعني هم ملتزمين مع نادي القادسية التزام كامل. نعم. طيب أحمد، يعني خلنا نقول أنت مدام القادسية، خلنا نبدأ مع القادسية. بيلي وصل الكويت، وبيلي الحقيقة كانت يمكن الحريم والريايل الكبار اللي مع كرة القدم، لما يلعب بيلي كروبات تطلع أوت، وأنت طبعا ساهمت لا شك في أول مساهمة في نادي القادسية. سنة كم أحمد في نادي القادسية؟ أنت نادي القادسية نوثق الشغلة هذه. أنا صرت رئيس نادي القادسية سنة 69-70. أول منصب رياضي هذا؟ أول منصب في مجال الرياضة المدنية. الرياضة المدنية. إيه. أنا كنت عسكري، كنت مسؤول عن الرياضة العسكرية، وكنت لاعب في نفس الوقت. يعني كنت أكون مسؤول في وألعب في أكثر من لعبة في الجيش. كنت أمثل فرق المغاوير في اليد وفي السلة وفي الطائرة وفي كرة القدم و100 متر مسافات طويلة. إنما في القادسية الحقيقة أنا عرض علي سنة 68-69 أن أكون رئيس النادي، ورفضت في وقتها لأن كان في هناك وجهتين نظر مختلفتين، وكان في نوع من الصراع، الصراع العادي يعني اللي احنا خابرينه في أنديتنا من أجل النادي، فما حبيت أدخل مع أي طرف وامتنعت. وكان ارتباطي بالقادسية يعني من الأول، كنت عضو وكنت مساند وكنت أكثر المساندين بالذات لفريق كرة القدم والفرق الأخرى بالطبع. عام 69-70 زاد الخلاف، فاتفق الطرفين على أن يأتي مجلس إدارة محايد، وكان لي شرف منصب الرئاسة مع زملاء الحقيقة تحملوا المسؤولية، واستطعنا أن نوحد نادي القادسية سنة 70. على ضوءها بدأ نادي القادسية من يومها بحصد البطولات والكؤوس والمسابقات، لأن وجدنا أن كل الأطراف تعاونت وإحنا ناس محايدين، ووضعنا خطة واضحة واتخذنا قرارات حازمة ما فيها تردد ولا فيها تراجع. فأيضا طرحنا مبادرات كثيرة، ومثل ما تفضل بيلي. يعني بيلي إحدى مبادراتنا، أن قلت على لمتى اسم القادسية يظل محليا. صحيح. خلونا نبعث القادسية إلى الخارج. كيف؟ قلنا نبحث أما عن فرق وأبطال أو نقوم برحلة، فاتفقنا أن نعملها ثنتين مع بعض، أن ننطلق بنادي القادسية خصوصا بعد تحقيق البطولات من المكان المحلي إلى الخارجي وإلى العربي والدولي. فجئنا بفريق سانتوس. معك طرامك هو كان 68-69 السانتوس ولا لا؟ سانتوس وين بالاخير؟ بالاخير ايه، بالسبعينات. سانتوس 69 القادسية حصل اول مره على بطوله الدوري، على بطوله الدوري، كنت انا رئيس مجلس، كنت رئيس مجلس اداره 69. اي نعم. 14-3 انا اعتقد كانت المباراه، وبعدين قلنا دوري وكاس او دوري وكاس 100. يعني ما فلسنا حقيقه، ما فلس النادي. اما بقيه المسابقات كلها يعني كنا جينا، كان فريقنا اليد درجه ثانيه طلعنا درجه اولى واخذنا البطوله، كان فريق الطائرة كان درجة ثانية طلعنا درجة أولى وأخذنا البطولة. عقب بعد أربع سنوات من العمل أو 3 سنوات بالضبط، استطاع فريق نادي القادسية أن يحصل على كل البطولات السنية والمراحل، ويحصد كل البطولات في الكويت. وأعتقد أنه استمر إلى 79، وسميت بالعشر سنوات الذهبية. يلعب الفيصل الدخيل، الدخيل شايف الله، والدخيل يلعبها خطرة
ابو احمد خلنا ننتقل من القادسيه ونروح. كنت رئيس اتحاد كره السله ويقولون انك فشلت، ايش رايك؟ لا مو هم اللي قالوا اني فشلت، انا اللي قلت اني فشلت. انا هذا قصدي، يعني إيه ذكرت انك كنت رئيس بعد وقلت ان انا فشلت في في رئاسه الاتحاد. هو بعد اللي صار في نادي القادسيه الحقيقه، مثلا يبنى سانتوس اقول لك عشان ناخذ وين المبادرات. النادي ما كان عنده ميزانيه، فقلت حق النادي يبقى انا اتحمل الميزانيه كامله، الربح لكم والخساره انا، لكن متاكد انه ما راح يصير فيها خساره. لله الحمد انطلق نادي القادسيه عالميا من مباراه سانتوس، تلاها جوله للقادسيه الى الدول العربيه منها السودان ولبنان ودول الخليج، فانطلق نادي القادسيه الى الخارج. فانا تعودت على كسب البطولات وعلى وضع المبادرات. فلما جئت رئيس اتحاد كرة السلة، أنا استلمت كرة السلة ثلاث سنوات فقط. السنة الأولى وشاركنا في البطولة العربية كان مركزنا رقم 11، رقم أن 11 دولة شاركت، فإحنا كنا الأخير. طموحي طبعا وطموح القياديين والرياضيين في مجلس الإدارة ما وقف عند حد، شاركنا في وقتها في البطولة، حضرنا مدربين وقمنا مسابقات وقمنا بطولات، حتى فرق نسائية لكرة السلة، ومارينا فرق في النساء والرجال مع الخارج. بعد ثلاث سنوات من العمل شاركنا في البطولة العربية وحصلنا على المركز الثالث، فقفزة من المركز الـ 11 إلى الثالث خلال سنتين. فوقفت أنا وقلت حق الناس أنا كان طموحي البطولة، وما أني ما حققت البطولة فسأعتبر نفسي فاشل، وهذه استقالة. فالأخوة في الأندية قالوا لا مو معقولة، يعني خلال سنتين تقفز من مركز 11 إلى الثالث وتقول أنك فشلت، إحنا قابلين استمر بعد سنتين تأخذ المركز الأول. لكني أصريت وقلت لهم، وكنت أريد أضرب مثل أنه كل واحد فينا لما يعطي وعد يوفي بوعده. نأتي هنا أبو أحمد أيضا من ضمن الامور، انت كنت اول منصب ثاني منصب قيادي نادي القادسيه، انه طبعا الرياضه العسكريه ثم الاتحاد العسكري، نادي القادسيه ثم اتحاد السله. بعد اتحاد السله هني فتره رجعت القادسيه؟ لا ما رجعت القادسيه، كنت رئيس القادسيه في نفس الوقت. في نفس الوقت نعم، ما كان القانون ذاك الساعه يفصل. نعم يفصل. في الحاله هذه اللي انا بدخل الموضوع بقول انت بعد ما تركت هني كنت مع منتخب الوطني من سنه 70، انا اذكر في البحرين الشيخ فهد الأحمد، وهو لا بالفعل ما عنده منصب قيادي، بينما كان في البحرين مع المنتخب، كان في السعودية 72 مع المنتخب، كان في الكويت في بيت الضيافة مع اللاعبين في المنتخب 74، وأيضا 76 في كأس الخليج في الدوحة كان الشيخ فهد الأحمد أيضا موجود معنا. أنا بيك تقول لي يعني كونك أنت بعيد أيضا عن مسؤول وفي نفس الوقت كنت أنت متواجد. ما هو ابو يوسف يعني المفروض في ان احنا كرياضيين يعني احنا نعمل كمجموعه ونعمل لهدف مشترك هو خدمه الرياضه وخدمه الشباب في 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 بلدنا. فسنه 70 او قبل 70 كنت مع المنتخب في كل المناسبات وفي المسابقات المحليه ومع الرياضيين. سنه 70 لما تشكل المنتخب وراح الى دوره البحرين، دوره الخليج الاولى، كنت رئيس نادي القادسيه، وكان من ضمن الفريق حوالي 8 لعيبة من نادي القادسية. طبعا أنا كرئيس نادي وكرياضي رحت مع الفريق لمساندة فريق، لأن الفريق منتخب بلدي، فكان القصد مساندة فريق بلدي. لقيت خصوصا لي تأثير على لاعبين نادي القادسية، لقيت أن ارتباطي بلاعبين المنتخب اللي برا نادي القادسية مثلهم وأقوى، فوجدت أنهم محتاجين إلى تشجيع ومحتاجين إلى الوقوف. واحنا في وقتها ابو يوسف تتذكر ما كان عندنا الخلافات اللي وصلت اليه في المرحله الاخيره، وكانت خلافاتنا دائما نحصرها رياضيه ونحصرها، يعني نختلف على شيء لكن نقوم ونقعد ونتكلم ونناقش الموضوع 20 مره. فكنا احنا في وقتها على خلاف مع الاتحاد، لكن وقفنا مع الاتحاد ورحنا لدورة الخليج الاولى واحضرنا المشجعين وشكلت اول رابطه مشجعين في الخليج او في العالم العربي، تشكل رابطه رسميه وتعملت الحقيقه النفقات، وهذا مو كثير، لكن سمو الشيخ عيسى امير دوله البحرين لما عرف ان هناك شخص يريد تحمل نفقات